هذا الزي الذي أرتديه ليس زي فحسب، بل هو رمز لعادات وتقاليد جزائرية يبرز الهوية الجزائرية بما فيها من عادات وتقاليد. هو رمز لجداتنا وأمهاتنا. نحن اليوم أيضا نعيش رمز هذا الحيك الجزائري الذي يبرز أهمية المرأة الجزائرية في تقاليدها. الحيك لباس تقليدي من وقت يعني من العصر القديم، والحايك شارك حتى في الثورة، في الثورة الجزائرية كانت المرأة تلبس الحايك وتدير يعني سلاح وتجوزو، كانت المرأة الجزائرية دارت ثورة بالحايك نتاعها. الحايك هو الجزائري بمختلف تسمياته من ولاية إلى أخرى، يعتبر بهذا القماش الأبيض الذي يضاف له أحيانا هذا الذي يسمى بالعجار، وذلك لتغطية الوجه، ما يبرز السترة والعفة عند المرأة الجزائرية الأصيلة. فرغم تعدد السنوات وتعدد الأجيال، يبقى الحايك الجزائري يحاكي تاريخ وأصالة الشعب الجزائري وعن أصالة المرأة الجزائرية بما فيهم من عادات وتقاليد. فكل ولاية يختلف فيها الحايك الجزائري في التسمية بما في ذلك المرمى. لا، الحايك الجزائري 100% في نو غرومير اي نو مير اوسي كانوا يلبسوه في وقت التراث، القصبه تمثلك تقولي القصبه تشوفي توجور المراه بالحايك. هو من عادات وتقاليد تاعنا تاع الجزائريه اللي احنا متميزين بها، وهو الحايك راهو من جدودنا تاني ولا كي هو كي خيط الروح. ونستطيع القول أنه لا يخلو بيت من الحايك الجزائري، كذلك العروسة الجزائرية دائما ما يكون الحايك حاضرا في زفافها، فهو يختلف من ولاية إلى أخرى.